قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. ويا ريت لو ما سمعتش ملخص الموسم اللي فات من المسلسل ده يروح يسمعوه من القناة، او هتلاقي اللينك بتاعه موجود في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. اخر حاجة احنا شفناها في الجزء اللي فات وهو ان ماجنا قدر يلحق جري قبل ما فرو يقتلها، بعدها بدأ يتعارك مع فيدر لغاية ما جت صعقة عملاقة وضربتهم هما الاثنين. بس يا سيدي بيبدأ الموسم الجديد في نفس النقطة دي وبنلاقي ماجنا وفيدر مرميين على الارض. في اللحظة دي بتيجي الإسعاف، وفورا لما بيلاقوا ماجنا وفيدر واقعين بيعملوا إنعاش لماجنا فبيفوق. في اللحظة دي ماجنا كان مرعوب من اللي حصل له ده، لكنه راح يبص على فيدر ويتأكد إنه مات، فلاقي فيدر حي ومسكه وقال له: هو أنت فاكر إن اللعبة كده انتهت؟ هي لسه هتبدأ. وبس بيسيبوا فيدر فبيجري ماجنا وبيهرب من هنا فورا. ماجنا بيروح على الجبل وبيفضل يصرخ إنه مش عارف يعمل إيه وإيه اللي حط نفسه فيه ده. ففي الوقت ده بتجيله ونشي على شكل هلاوس وبتقول له: المساعدة جاية لك، لازم تلاقي سلاحك وصحابك، وقتها محدش هيقدر عليك. بعدها تحولت ونشي لشكل ايزولدا صديقة ماجنا العزيزة وقالت له: اوعى تفتكر ان العمالقة قتلوا ايزولدا بس، بل قتلوا ناس كتير جدا وهيقتلوا اكتر قدام، فلازم نوقفه. بس بترجع ونشي تاني وبتقول له: قريب جدا هيجولك ناس اساطير تاني بنفس قوتك وهيساعدوك، وتسيبه وبتمشي. ماجنا في الوقت ده بيرجع بيته وبيفضل مستني اخوه لاوريتس باي طريقه، ولاوريتس بعد شويه بيرجع فبيدخل له ماجنا الاوضه عنده وبيقول له كالاتي: فاكر معركه راجناروك اللي سمعنا عنها في حصص التاريخ واللي كانت بتتكلم عن حرب الاساطير والعمالقه زمان؟ او المعركه دي هتحصل تاني، واعتقد ان قوه سور موجوده عندي. وفضل ماجنا بقى يوري اخوه قوته عشان يصدقه. بعدها قال له ان العرفه وينشي قالت لي ان في ناس تانيين هيبقوا عندهم نفس القوه دي وهيساعدوني، وانت اخويا فاكيد عندك نفس القوه. في اللحظه دي لاوريتس كان مصدوم وبرضه كان سكران فما ردش عليه دلوقتي. تاني يوم لما بيصحى لاوريتس بيقعد يفطر مع امه، وفي الوقت ده كان بيتفرج على الاخبار واللي ظاهر فيها شرطيه المدينه وهي بتقول ان البراميل اللي وصلت لنا من مصانع يوتيل عملنا عليها بحث وعرفنا انها سامه، ولكن هنعمل الفتره الجايه تحليل اكتر واكتر عشان نتاكد هل ليها تاثير على البيئه ولا لا، بعدها هنحاسب شركه يوتيل. عموما بيكمل لاوريتس فطاره وبينزل ماجنا بعد شويه، وبيكون ماجنا شكله متغير على فكره وشكله اقوى بكتير. في المجمل بيسأل لاوريتس: موافق ان انت تبقى معايا ولا لا؟ فلاوريتس برضه ما ردش عليه. بعد شويه خدت توريد الام عيالها الاثنين وراحوا عند المقابر لانها ذكرى وفاه ابوهم النهارده. فضلوا بقى هناك عند المقابر زعلانين شويه، بعدها رجعوا البيت. وهنا جه ايريك معلم التاريخ بتاع ماجنا وقال لماجنا ان بعد اللي حصل الفتره الاخيره اتفقنا كلنا كمعلمين في المدرسه انك ما كنتش غلطان قوي وبالتالي هترجع تاني المدرسه. طبعا فرح ماجنا وشكره. بعدها قال له ماجنا: وايه السلاح اللي تاريخ الاساطير بيقول فيه انه كان مع الاسطوره سور؟ فقال له ايريك انها كانت مطرقه قويه جدا اسمها ميولنير. ماجنا عارف المعلومه دي من هنا وكان ماشي مع امه، بس العربيه بتاعتهم عطلت فنزلوا يزقوها هو واخوه لغايه ما ودوها لعند الميكانيك، وهنا الميكانيك خد العربيه صلحها وقال لهم انها هتاخد كام يوم وهتخلص. الفكره هنا ان ماجنا لمح انه حداد في نفس الوقت، فقرر بقى انه هيطلب منه يعمل له المطرقه. وفعلا رجع بيته بعد شويه وبدا يقرا على النت على مطرقه ميولنير وبدا يرسم شبهها بالظبط عشان يعمل زيها. في نفس الوقت ده كانت تورد ام ماجنا في السوبر ماركت واللي بتشتغل فيه ونشي، فهي بتشتري من هناك قالت لها ونشي يقول لماجنا انه هيقابل النهارده عند جسر المدينه حد جديد من الاساطير، وكلمه السر هي نبوءه فولفا. طبعا ما كانتش تورد فاهمه اي حاجه، فخدت بعضها ورجعت البيت وقالت على طول الكلام ده كله لماجنا. ماجنا سمع الكلمتين دول وجري زي المجنون على الجسر لانه اخيرا هيقابل حد يساعده. المهم وهو هناك فضل يبحث عن نبوءه كده بتاعت حد اسمه فولفا، ففهم ان هي عرافه تبع الاساطير القديمه وكان ليها نبوءه. فضل يدور على النبوءه دي لغايه ما جابها، وفضل بقى يقراها قدام الناس على اساس ان حد هيكملها معاه ويبقى هو ده الاسطوره الجديد، لكن ما حدش كان بيكمل النبوءه مع ماجنا خالص، لغايه ما فجاه ظهرت ايمان صديقه ماجنا من المدرسه وهي اللي كملت معاه النبوءه، فعرف فورا ان هي دي اللي هتساعده. وبس خد ماجنا ايمان على بيته، وهناك عرف منها انها في مره كانت في الماركت وجات لها ونشي وقالت لها انها مميزه ولمست وشها، لكن ايه القوه اللي عندها حاليا بالظبط ما تعرفش. ماجنا عرف دلوقتي ان ايمان مش فاهمه ايه اللي بيحصل بالظبط معاها، فبدا بقى يحكي لها كل حاجه حرفيا هو يعرفها وايه الحرب اللي منتظراهم ومين اعدائهم و و و. بعد ما خلص ماجنا شرح وراها بقى قوته وفضل يرفعها بالكرسي بايد واحده. بعدها اتفقوا انهم الفتره الجايه هيحاولوا يعرفوا ايه هي قوتها. على الناحيه الثانيه بيرجع فيدر على بيته، ودي بالمناسبه اول مره يرجع بيته بعد معركته مع ماجنا. المهم بيقول فورا للكل على كل اللي حصل بينه وبين ماجنا وعرفهم انه ماجنا بقى قادر يضرب ببرق وقوته كترت جدا. في اللحظه دي الكل اترعبوا وقرروا انهم يطلعوا يقتلوه. فقال لهم فيدر: استنوا فيور لما يجي، هو حاليا بيت الجري وهيرجع لنا على طول وبعد كده نطلع مع بعض. بعد شويه بيدخل عليهم فيور وبيعرفهم انه مش هيقتل جري وبيهددهم ان اي حد يقرب لها تاني، بس بيطلع ياخد هدومه لانه قرر يمشي ويسيب البيت خالص. وقتها طلع له فيدر وقال له: انت ازاي هتسيبنا دلوقتي؟ انت ابن العمالقه. قال له: خلاص مش عاوز اكون منكم، وخد بعضه ومشى.
فيور بيروح دلوقتي على بيت جري وبيعرفها انه خلاص ثبت عيلته وهيعيش عند عيلتها فتره. فتوافق جري وبتفرح جدا وبتنسى له كل اللي فات. في ظرف الوقت ده جروا مراته ران وبنته ساكسا وهم معاهم الاسلحه عشان يروحوا يقتلوا ماجنا. قال لهم فيدر ان في مصيبه تانية دلوقتي محتاجين نحلها الاول، وهي مشكله المصنع، لان البراميل اللي فضحنا بيها ماجنا قبل كده فتحت عيون الناس علينا. وبس بما ان فيور ساب العيله، خد فيدر دلوقتي ساكسا تساعده رغم انه بيكره ان بنته تساعده لانها بنت مش ولد. ايوه فيدر عنصري. المهم هما في المصنع بتيجي لجنه من وزاره البيئه عشان تبدا تعمل تحليلاتها في المصنع. ففيدر بيقابلهم مقابله وحشه جدا وبيكون مش متعاون، لكن ساكسا بتيجي وبتصلح كلامه الزباله كله وبتبدا بقى تتعاون مع اللجنه عشان الدنيا ما تبص اكتر من كده. على الناحيه التانية بتكون في حفله في بيت ماجنا حاليا عاملاها تورد امهم عشان يعني تجيب كل اصحابهم للبيت وتخلي اولادها يقضوا وقت حلو. الفكره هنا ان في الحفله دي بيجوا فيور وجري. فماجنا لما بيشوفهم بياخد جري على جنبه بيقولها انت ما بترديش عليا ليه؟ انا كنت خايف فيور يكون عمل لك حاجه، وازاي انت ما سبتوش لغايه دلوقتي؟ وقتها قالت له جري ما تخافش، فيور اتغير وساب عيلته وقرر ما يبقاش زيهم وانا كمان بحبه. في اللحظه دي قال لها ماجنا براحتك اتمنى تكوني صح، وبس سابها وطلع الحفله. وهنا بقى جات له ايمان وقالت له على فكره انا عرفت ايه قوتي. وهوب قالت ايمان لواحد زميلهم كان قاعد جنبهم دلوقتي انه يجيب لها كوبايه عصير، ولكن وهو زاحف فعلا بيعمل لها كده. وبيعرف ماجنا هنا ان هي عندها قوه وهي التحكم في الناس. المهم بتخلص الحفله النهارده وكله بيرجع بيته، وحاليا بتكون توريد قاعده مع ابنها لاورتس، وللاسف لانها سكرت بتقول له بقى على حقيقه كانت مخبيها عنه ليها سنين طويله، وصراحه مش بنشوف هي قالت ايه. لكن تاني يوم كان عادة بتروح توريد عادي جدا للشغل بتاعها في مصانع يوتيل. والمهم وهي هناك بقى بتروح لفيدر وبتقول له فاكر زمان لما كنا متجوزين في السر انا وانت، وبعدها فتره صغيره سيبنا بعض، انا كنت حامل منك وقتها وما قلتلكش عشان ما تحصلش مشاكل، وابنك اللي كنت حامل فيه يبقى لاورتس، وانا بقول لك كده لاني بالغلط اعترفت لاورتس امبارح انك ابوه. في اللحظه دي بيتصدم فيدر لان العمالقه اغلبهم عقم، لكنه بيفرح جدا انه ما كانش عقيم وقدر يخلف. على الناحيه الثانيه بيروح ماجنا مع ايمان لعند الحداد، وبيخلي ماجنا الحداد ده يعمل له المطرقه اللي هو عاوزها وببلاش، وطبعا بيسمع الحداد الكلام لان ايمان بتغصبه بقوتها انه ينفذ كلامها. فقال لهم خلاص تعالوا بكره وهتلاقوها جاهزه. بس رجع بقى ماجنا على بيته فلاقي فيدر موجود عنده في البيت وبيحضن كمان لاورتس. فطبعا ماجنا ما كانش عارف حاجه خالص، لكنه اتعصب جدا لدرجه ان الكهرباء قطعت عن المدينه بالكامل. ماجنا في الوقت ده بيشوف فيدر بيمشي، فبيدخل البيت عند امه واخوه عشان يفهم ايه اللي جاب فيدر هنا. وفي اللحظه دي الام بتشرح كل حاجه وان فيدر ابو لاورتس وكل ده. ماجنا اتعصب جدا وما كانش عاوز لاورتس يشوف فيدر تاني، بس للاسف بان ان لاورتس ما صدق انه ليه اب وكمان غني. اما تاني يوم خد ماجنا ايمان وراحوا للحداد ياخدوا منه المطرقه اللي المفروض صنعها. فاثناء ما مستنيينه حاليا يفتح محله، قال ماجنا لايمان على ان لاورتس يبقى ابن فيدر ومش عارف يعمل معاه ايه. فقالت له ايمان حاول تقربه منك وضمه لينا. ماجنا اقتنع جدا بالكلام ده. بعد كده جه الحداد وادى المطرقه لماجنا واللي شكلها كان حلو جدا الصراحه. ماجنا وايمان بعد ما خدوا المطرقه طلعوا عند الجبل عشان يجربوها. ماجنا قال لايمان ان المفروض الاساطير بتقول ان المطرقه دي هي اقوى سلاح في العالم، وسور لما كان بيرميها لبعيد كانت بترجع له تاني، بس بيرميها ماجنا وبيستناها بقى ترجع ما بترجعش. فبيحس ان في حاجه غلط وبيروحوا هو وايمان عشان يوصلوا لها تاني. وبعد ما مشي كتير بيلاقوها وبيلاقوها عاديه يعني ما فيش فيها اي مشاكل. فبيحس ماجنا ان ممكن العيب مش في المطرقه بل العيب فيه هو ومحتاج تمرين اكتر. عموما بيقرروا هو وايمان بقى يتمرنوا اكتر واكتر من غير ما يأسوا عشان يكونوا جاهزين للحرب. على الناحيه التانيه بيرجع فيدر لبيته وبيقابل ران وبنته ساكسا وبيعرفهم كل اللي عرفوا ان لاورتس بقى ابنه. طبعا ساكسا ما اهتمتش خالص لان العمالقه يعني زي ما قلنا قبل كده ما عندهمش مشاعر، لكن ران كان باين جدا عليها انها غارت لان هي التانيه عقيمه على فكره. بس عموما يعني قال لهم فيدر انه مش مهتم بلاورتس بل هيستغله عشان يبقى معاهم ضد ماجنا. بعد شويه بقى لاورتس بيروح يزور ابوه عشان عاوز يتعرف عليه اكتر واكتر. فمن هنا بيبدا فيدر يتقرب لاورتس اكتر وبياخده وبيطلعوا يجروا على الجبال بالدرجات الناريه، وبيكون لاورتس مبسوط جدا وشويه بيكون واضح جدا ان فيدر حب لاورتس بجد. في الوقت ده رن تليفون على فيدر بس مردش. واحب اقول لك ان التليفون ده مهم لان حاليا في مصانع يوتيل بنلاقي ساكسا قاعده شغاله مع مساعد فيدر عشان يعني يطلعوا المصانع بتاعتهم من مشاكل التسمم اللي واقعين فيها. في اللحظه دي بتخش عليهم السكرتيره وبتعرفهم ان العمده رن عليهم من شويه وقال لهم انه كلم فيدر كتير جدا عشان يعرفوا ان التحاليل طلعت وطلع ان فعلا المصنع بيضر البيئه، لكنه مردش. في اللحظه دي قررت ساكسا تطلع على الهواء مباشره دلوقتي عشان تنقذ سمعه الشركه على قدر الامكان. على الناحيه الثانيه بنلاقي فيور وجري قاعدين مع صحابهم في احدى المطاعم، وحنين بيكونوا كلهم هيشربوا ميه، بس فجاه بتطلع شرطيه المدينه على التلفزيون وهي معاها مفتش وزاره البيئه وبينبهوا على الناس كلهم باهميه عدم شرب الميه بتاعت الحنفيه نهائيا، لان الميه كلها طلع انها ملوثه بسبب شركه ومصانع يوتيل، وقريب جدا مصانع يوتيل هتتقفل.
طبعا كل في المطعم اتصدموا من الخبر ده، لكنهم ليو ساكسا طلعت بعد كده تعتذر على الهوا وتقول انها ما تعرفش ازاي حصل التسمم ده بسبب شركتهم، لكن كل حاجه هتتصلح قريب. يور في اللحظه دي بيسيب الكل وبيطلع يقعد لوحده لانه كان متعصب، فبتروح تقعد مع جري. اما بقى الشباب فبيقرروا يعملوا مظاهرات على مصانع يوتيل اللي استغلتهم طول الوقت ده وكانت بتسمهم. اخر اليوم بيرجع فيدر على بيته، وهناك رام بتبقى متضايقه منه جدا لانه طول اليوم قاعد مع ابنه الجديد والشركه بتاعتهم بتقع، وبتكون رام متغيظه بجد وكارها لوريتس وفكره ان فيدر خانها قبل كده مش مخليها مرتاحه خالص، بس عامه بيهديها فيدر. وتاني يوم فيور بيكون كالعاده قاعد مع جري وعيلتها في بيتهم، بس رام بتجيله تتكلم معاه، فطلع لها فيور يسمع. ران قالت له احنا محتاجينك ترجع البيت لان البيت مليان مشاكل، وساكسه بقت تمسك الشركه وهي ما ينفعش تمسك الشركه لانها بنت وانت الراجل، وكمان فيدر بقى عنده ابن والوضع معقد جدا. في الوقت ده قال لها فيور اوعي تفتكري يا ران انك امي بجد، ده منظر احنا بنعمله قدام الناس، وبالتالي انا مش عاوز اعرفكم تاني بجد. وبس بيسيبها وبيدخل البيت. ران بتكون متعصبه جدا، فوهي متعصبه بتشوف ماجنا من بعيد وهو ماشي مع عيلته. وبالمناسبه ماجنا وعيلته بسبب ميه السامه بقوا بيروحوا بالفتره الثانيه يجيبوا جراكن ميه تقضيهم للشرب. المهم فجاه بص ماجنا وراه ليه ران بعربيتها هتخبطهم، فبسرعه نط على امه عشان يحميها من العربيه، والحمد لله العربيه عدت وما حصلش لحد حاجه. وقتها وقفت ران بالعربيه وكل برود، نزلت اعتذرت ومشي. ماجنا في اللحظه دي جاب اخره من ران، فخد بعضه ورجع البيت وخد المطرقه اللي صنعها من هناك وراح فورا على الماركت اللي فيه ونشي. والعلم شافته ران وهو داخل على ونشي، فقررت بقى تتصنت عليه وتفهم ايه اللي جابه لونشي. في المجمل ماجنا لما بيقابل ونشي بتكون ونشي متضايقه جدا انه جالها هنا، لان لو حد من العمالقه عرف هويتها قتلوها. ماجنا ما اهتمش بكل ده وعرفها انه محتاجه تعلمه على المطرقه اللي صنعها، لان عيله يوتيل كانوا هيأذوا امه واخوه النهارده ولازم يوقفهم. وتهلت له ونشي المطرقه بتاعت سور ما ينفعش تتعمل عند حداد عادي، بل لازم النار الازليه اللي تعملها. ولسه ونشي هتكمل ليه حد بيتصنت عليهم، فقالت له ونشي يمشي من هنا حالا وهتقابله بالليل، وسابته مشي. بالليل بقى راح لاوريتس الفيدر وفضل قاعد معاه، وهنا فيدر قال له انا حاليا هعمل لك حاجه هتخليك رسميا واحد من العمالقه زينا. عطله الاول شويه من مشروب الميود، بعدها قال له انا قتلت غزاله الصبح وخدت قلبها قبل ما تموت، خد منها قطمه وهتحس بقوتنا. وفعلا خد لاوريتس قطمه، ففورا بدات قوه العمالقه تظهر فيه ويحس باحساس غريب وقوي. وقتها عشان يوري له فيدر انه بقى قوي زيهم، حط له ايده على النار وحرقها، بعدها ورى له ايده فليه ان الحروق كلها اتعالجت في ثواني، وده معناه انه بقى قوي هو التاني. في اللحظه دي وقبل ما يتكلم لاوريتس جت رام من بره، ولما شافت اللي عمله فيدر مع لاوريتس فضلت تتخانق معاه انه ضموا ليهم من غير ما يستاذنها. وقتها طلع لاوريتس للحمام يغسل وشه، فهو هناك بص في المرايه فشاف نفسه في المرايه وعرف انه بقى لوكي الاسطوره القديمه. ولوكي في الاساطير القديمه زي ما احنا عارفين كان قوي جدا وكان اخو سور، وبالتالي كان نصه عملاق ونصه اسطوري. عموما نزل لاوريتس تاني، فليه ران واخده سلاح من الاسلحه القديمه وبتقول لفيدر انها رايحه تقتل وينشي اللي شغاله في الماركت بتاع المدينه، لانها طلعت عرافه وبتساعد ماجنا. وبس خدت ران بعضها ومشيت. وفي الوقت ده ماجنا كان جاي ياخد اخوه برضه من عند فيدر، فشاف ران وهي طالعه. ماجنا دخل بيت فيدر وبدا يدور على اخوه هنا وهناك لانه خايف عليه، لغايه ما لقيه واقف مع فيدر. فيدر اتعصب وطرد ماجنا من البيت، بس ماجنا اصر ما يمشيش من غير اخوه، فقال له لاوريتس انه مش هيمشي، فزعل ماجنا وخد بعضه وكان ماشي. بس جاله لاوريتس تاني وقال له انا اسف، بس زي ما انت اخويا هو ابويا. وعلى فكره عاوز اقول لك ان ران رايحه دلوقتي تقتل ونشي عشان عرفت حقيقتها. ماجنا سمع الكلمه دي من هنا وجري فورا على ونشي عشان يلحقها. ونشي دلوقتي كانت خلصت شغل في الماركت ومروحه، لكن طلعت لها ران وثبتتها، فتحولت ونشي لغراب وطارت. وشافها ماجنا وهي طايره فاطمن، لكن ضربتها ران باسهم من اللي كانت معاها، فنزلت ونشي على الارض وهي مصابه. لكنها كانت نزلت في دار عجائز كده موجود فيه صديقها العزيز ووتان لو تفتكره. المهم انها ادت له سلسلتها السحريه وقالت له ساعد ماجنا وماتت. في اللحظه دي كانت ايمان لانها شغاله هنا وكمان جالها ماجنا، والاتنين اتصدموا لما ليو ونشي بتموت بعدها بتتحول لرمان. في اللحظه دي خد ماجنا بعضه وراح للان وهي لسه ما رجعتش البيت، وكان عاوز يتعارك معاها بس لان في ناس في الشارع ما قدرش، وجت ايمان وفرقت بينهم. وهم بيرجع ماجنا البيت وبينام، فبيحلم بوينشي وهي بتظهر له على شكل ايزولدا. المهم ونشي قالت له ما تخافش انا لسه معاك، وانت لازم تصنع مطرقتك ولازم من النار الازليه الموجوده عند العمالقه. وبس بيخلص الحلم وبيصحى ماجنا. ماجنا لما بيصحى بينزل يقعد مع امه واخوه، فبيلاقي الراديو شغال وبيقول ان في طلاب كتير هيروحوا النهارده يعملوا مظاهرات قدام مصانع يوتيل احتجاجا على اللي عملوه من تلويث الميه. في اللحظه دي وقفت الام الراديو وسابتهم وراحت الشغل. اما لاوريتس فحكى لاخوه على اللي حصل معاه امبارح والقوه اللي اكتسبها، وورى له ايده وهو بيخرمها حاليا بمفك، بعد كده بتخف عادي خالص. وقتها قال له ماجنا يعني انت كده بقيت زيهم؟ فقال له لاوريتس لا انا لسه اخوك، انا بجاريهم بس مش اكتر. طبعا ماجنا ما صدقهوش، لكنه قال له طب عشان تثبت لي احنا محتاجين نروح بيت عيله يوتيل، ان فيها هناك نار ممكن نعمل بيها المطرقه بتاعتي واللي هتديني قوه كبيره. هو فقال لاوريتس
بعد شويه بيروح لاورتس يجيب البقاله مع امه، فهما في الماركت بيشوف المعلم إيريك، فبيتكلم معاه لاورتس وبيكون عاوز يعرف شويه منه عن لوكي الاسطوره القديمه، وبالتالي عزمه على العشاء عندهم في البيت عشان يحكي له اكتر واكتر عن لوكي. وإيريك كان موافق جدا لانه بيحب طارد. اما كان بعد ما خلصوا لاورتس وامه وشيرا كانوا مروحين عادي، بس شافوا في وشهم ساكسا وفيدر، والعلم ساكسا وفيدر كانت في ايدهم جراكن كتير كده، وكانوا ناويين يروحوا يشتروا ميه من نفس المكان اللي كل عامه الشعب بتشتري منه حاليا عشان يعرفوا الناس انهم اتضروا هم كمان بموضوع الميه، فيهدوا عليهم وما تحصلش مظاهرات. لكن بمجرد ما بيشوف فيدر لاورتس بياخده بالعربيه وبيمشي وبيسيب ساكسا. رجعوا فيدر ولاورتس وقعدوا مع بعض، فضلوا بقى يحكوا طول اليوم. بس في الوقت ده ماجنا لما رجعت له امه البيت بس من غير لاورتس استغرب في لاورتس، فعرفته انه قرر يروح يقعد شويه مع فيدر، فتعصب ماجنا لانه كان ناوي النهارده يروح بيت فيدر ويعمل المطرقه بالنار اللي عندهم هناك، وبالتالي حس بالخيانه. لكن في الحقيقه لو رحنا بصينا حاليا على لاورتس هنلاقيه عمال يلعب على ابوه اكتر واكتر بكل الطرق عشان يقدر ياخد منه نسخه من مفتاح البيت. فعلا بعد شويه بيرجع لاورتس وبيكون ماجنا متعصب منه، بس بيوريله لاورتس المفتاح وبيعرفه انه عمل كده عشان بس ياخده. فرح ماجنا وعلى طول خد لاورتس وراحوا البيت بتاع فيدر، بحكم يعني ان فيدر والكل مش في البيت دلوقتي. لما دخلوا الكل البيت فيدر ليه النار الابديه موجوده في البيت فعلا، فطلع ماجنا المطرقه اللي معاه وحطها على النار على اساس يعني انه لما هيعمل كده هيبقى معاه رسميا مطرقه سور، بس ما نفعش ولسه هيتكلموا بيلاقوا فيدر جاي. فمستخبى ماجنا ولاورتس هو اللي بيقابل فيدر، لكن المشكله ان فيدر بيشوف المطرقه بتاعت ماجنا وكمان بيظهر ماجنا، فبيعرف انهم هنا عشان النار الابديه، فبيطردهم كلهم وهو متعصب على الاخر. لما بيرجعوا ماجنا ولاورتس للبيت بيلاقوا إيريك جه للعشاء زي ما اتفقوا مع بعض، والفكره هنا ان ماجنا فضل يسال إيريك عن ازاي سور عمل مطرقته في القصص، فقال له إيريك انه عملها كلها وبالكامل على النار الابديه وبمساعده واحد من الاقزام. طبعا ما كانش فاهم حاجه ماجنا، لكنه عدى الموضوع. في الوقت ده بنلاقي فيدر قاعد حزين ان لاورتس خانه وجاب ماجنا البيت، وهو زعلان بجد لانه بجد بجد حب لاورتس زي ابنه وما توقعش يعمل كده فيه، فيتلوران خلاص يبقى نقتلهم كلهم، فوافق فيدر. في الوقت ده يا صديقي ولكن في دار العجائزه وتم بيلبس السلسله اللي اديتها له وينشي، فهوب بتجيله قوه اسطوره من الاساطير القديمه والقويه جدا واللي اسمه اودن. في المجمل بتجيله ايمان بعد شويه تشوفه زيه زي اي حد من الناس اللي ساكنه في الدار، فبتلاقيه بيقول لها انا اودن وعاوزك تجيبي لي ماجنا حالا، فبتوافق لانها بتفهم كل حاجه. في الوقت ده ماجنا راح قعد مع صحابه وفضل يعمل لافتات كتير جدا هيستخدموها النهارده في المظاهرات اللي هيعملوها ضد شركه يوتيل. الفكره هنا بقى ان في الوقت ده جت رساله من ايمان لماجنا بتطلب منه يجي لها حالا، فبيروح لها فعلا. ماجنا لما بيوصل لايمان في دار العجائز بيشوف جنبها ووتان، وبيعرفه ووتان دلوقتي انه حاليا بقت عنده قوه العرافه وينشي وكمان قوه الاسطوره اودن، وهيكملوا مع بعض اللي وينشي بدايته مع العمالقه. في اللحظه دي بيدخل ماجنا لاورتس، فبيتعصب ووتان وبيكون عاوزه يمشي لان معروف يعني من الاساطير القديمه ان لوكي كان من اكتر الناس الغداره واللي ملهاش عزيز، وحاليا لاورتس عنده قوه لوكي وشخصيه لوكي. في اللحظه دي لاورتس بيزعل وبيمشي، ومن برضه بعد شويه بياخد ماجنا ايمان وبيروح على المظاهرات، وبيفضلوا بقى الكل يهتفوا ضد عائله يوتيل لانهم سموا البلد. بعد شويه بتحصل حاجه غير متوقعه، جري وفيور بيجوا، فيور بيأثر على عيلته كلها قدام الكل وبيمسك المايك وبيفضل يشتم في عيلته وانهم فعلا ناس زباله وتستحق المحاكمه على كل افعالها. فيدر بيكون شايف فيور على هوا وهو بيقول كده، فبيتعصب جدا وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. عموما بتيجي دلوقتي رساله لجري من امها عشان تيجي لها المستشفى ضروري، فبتروح جري وفيور بيروح وراه. جري في الوقت ده لما بتوصل للمستشفى بتلاقي امها بتقول لها ان ابوها انتحر لانه تعب من كتر المرض اللي بياكل في جسمه، وطبعا طبعا كلنا عارفين انه مرض بسبب شغله في مصانع يوتيل. الناحيه الثانيه فيدر بيكون فقد الامل خالص في انه يحل مع المظاهرات، فبياخد عربيته وبيكون مروح. لكن لاورتس بيطلع له من وسط المظاهرات وبيكون عاوز يعتذر له عن كل اللي حصل منه قبل كده وعاوز يرجعوا زي الاول. في اللحظه دي فيدر قلبه حن، فبياخد لاورتس للبيت، وماجنا الصراحه بيخاف على اخوه فبيروح وراه. فيدر اخد لاورتس لبيته وطلعه للمكتب بتاعه، وهناك بقى قال له فيدر كالاتي: انت عارف يا لاورتس انا كنت فرحان جدا اني ما طلعتش عقيم وخلفت، لاني اصلا خلاص بكبر في السن وقريب هموت وعاوز اللي يورثني. وورى له كمان فيدر سنه الحقيقي وطلع انه عجوز بجد. المهم كمل فيدر وقال له: لكن انت خنتني رغم اني خليتك منيع زينا، بس انت يا لاورتس زيك زينا مش مانع من اسلحه القدماء. بعدها طلع له فيدر فاس كده ووراها له وقال له: للاساطير والعمالقه مانعين من الاسلحه القديمه. فيدر كان لسه هيكمل كلامه، دخل ماجنا وهو فاكر انه هيقتل لاورتس، فبسرعه بيهجموا على بعض وبيفضلوا يتعاركوا ويضربوا في بعض، وفي الاخر بيخبط ماجنا فيدر في الفاس بتاعه القدماء، فبيموت فيدر، والمره دي بجد لانه بيتحلل. وطبعا مش محتاج اقول ان لاورتس كان هيموت من الغيظ لان ماجنا قتل ابوه بالغلط. تاني يوم بتكون توريد قاعده حاليا عادي جدا على اللاب بتاعها، وفجاه بتقرا خبر وفاه فيدر، وطبعا عيلته كاتبين انه مات اثر سكته قلبيه.
في اللحظة دي بتزعل فيدر وبتنده على ماجنا ولاورتس وبتقول لهم الخبر، وبتاخد بعد كده لاورتس في حضنها عشان ما يزعلش ان ابوه مات. لكن لاورتس بيفضل باصص لماجنا وعينه كلها شرار. خبر موت فيدر ده بيوصل لفيور وقت تاني، ورغم انه بيحاول يبين لجري انه مش زعلان لانه ما كانش بيحب فيدر الا انه بيبان بجد انه زعلان. اما بقى ساكسا وران فحاليا بيكونوا عاوزين ينتقموا، وخصوصا ران. بس عموما يعني بعد شويه ماجنا بيروح لفيور عند بيت جري وبيقول له انا عاوز اقول لك اني كنت امبارح عند فيدر ولما شفته مع اخويا لاورتس افتكرته هيقتله فتعاركنا وقتلته، وانا هنا عشان اقول لك انك لو عاوز تاخد حقك مني تعالى في مكان لوحدنا ونتعارك. في اللحظه دي فيور قال له انت حاسس بالذنب وعاوزنا نتعارك معاك عشان تأنيب الضمير اللي عندك، لكن لا انا هسيبك كده. وفعلا سابه ومشى. في الوقت ده رجع ماجنا لبيتهم وقابل لاورتس وحاول يتكلم معاه، فلاورتس قال له فيدر ما كانش ناوي يقتلني اهبل، بل كان بيعلمنا عن الاسلحه القديمه، وبالتالي انا مش عارف الايام اللي جايه دي هعيش معاك ازاي في نفس البيت وانت قاتل ابويا. وبيسيب لاورتس وبيمشي. ماجنا في الوقت ده كان جاب اخره خلاص، فراح قابل وتان وايمان وقال لهم انا خلاص بنسحب ومش عاوز احارب تاني، انا خسرت اخويا بسبب حرب ملهاش لازمه. بس بيسيبهم ماجنا وبيرجع البيت. بعد شويه بيقعد فيور مع جري، بتعرفوا جري ان امها ناويه ان هي تاخدها دلوقتي ويرجعوا يعيشوا في مدينتهم الام من جديد، لان خلاص المدينه دي مات فيها ابوها وهم ملهمش حد تاني هنا. فيور اول ما بيسمع الكلام ده بيقرر انه هيسافر برضه مع جري، فبتقول له جري طب وجنازه ابوه؟ فبيقول لها مش لازم احضر. تاني يوم بيروح ماجنا على المدرسه لانه خلاص رجع رسميا. المهم بقى هناك بتقول ايمان وبتكون متعصبه منه انه قرر فجاه يسيبهم اكنهم يعني فرقه موسيقيه مش ناس بتحارب الشر، بس ماجنا ولا عبرها ومشى. ايمان في اللحظه دي كانت متعصبه فخد بعضها وراحت صاله كده للتمرين على البوكس، وهناك شافت الحداد اللي اتعاملوا معاه قبل كده وهو بيتمرن، فقررت تروح تتمرن معاه وتطلع غضبها فيه. فرغم ان ايمان قويه جدا جدا الحداد وفضلت تضرب فيه كتير الا انه مش بيرضى يستسلم، فبتقرر ايمان بقى انها تضمه ليهم لانه شجاع. وعلى طول بترجع لوتان وبتقول له انا لقيت لك حد تدي له قوه واحد من الاساطير وهينفعنا جدا في الحرب. ففعلا بيعمل كده وتان وبيدي له قوه اسطوره بتاعه واحد من الاساطير القديمه اسمه تير، وده واحد من الاساطير القديمه عنده قوه كبيره وكمان شجاع جدا. ومن بعد فتره من كل ده بيرجع ماجنا من بره فبيلاقي اخوه قاعد ياكل، فلسه يتكلم معاه ويحاول يصالحه بيلاقي فجاه اخوه بيتوجع جامد واكن في حاجه في بطنه. طبعا بيتاخد لاورتس على المستشفى، وهناك بيعرفوه الدكاتره ان في جوه بطنه دوده شريطيه، لكن الغريبه انها اضخم بكتير من العادي ولازم يعملوا له عمليه حالا ويخرجوها. وقتها الكل طلعوا ماجنا من الاوضه وفضلت توريد مع ابنها. بعد شويه طلعت توريد لماجنا وقالت له خلاص اخوك بقى كويس وطلعوا الدوده من بطنه، لكن لازم نسيبه النهارده يرتاح. فبس بتاخد توريد ماجنا وبيروحوا البيت. بعد شويه بتيجي الممرضه للاورتس وبتطلب منه يمضي على ورق يتخلى فيها عن الدوده اللي طلعت من بطنه، لان الغريبه انها طلعت حيه وكمان اكبر 10 اضعاف من الدوده العاديه، فعايزين يعملوا عليها ابحاث. لاورتس استغرب ومش بنعرف الصراحه مضى ولا لا. في نفس اليوم ده بالليل راحت ساكسا لفيور وسلمت عليه، بعدها قالت له هل محتاج اي حاجه من الميراث ولا لا؟ فقال لها فيور لا لاني ماشي خلاص مع جري وسايب لكم حربكم مع ماجنا. فقالت له ساكسا انت جبان وبتمشي. تاني يوم كان يوم الجنازه بتاعت فيدر، فبيجهزوا ماجنا واخوه وتورد وبيروحوا على العزاء. في العزاء بقى بتحصل حاجتين من اغرب ما يكونوا. اولا بنلاقي ان فيور موجود هناك ولكن مستخبي وقاعد زعلان على فيدر وكمان متعصب وعاوز ياخد حقه لكنه هيمشي مع جري، بس في الاخر بيقرر ان هو مش هيمشي بل هيفضل وهياخد حق فيدر. وبس نزل فيور الجنازه شال مع الكل نعش ابوه عشان يدفنه. اما بقى ماجنا في طول الجنازه كان عمال يسمع كلام كتير عن فيدر، فحرفيا كان ضميره عمال يأنبه جدا جدا. ما هو اوعى تنسى ان اصلا ماجنا لسه صغير وما عندوش اكتر من 17 سنه. المهم ان من كتر حزنه بيفضل يدعي ربنا ان القوه اللي عنده دي تمشي بالكامل، فمره واحده صاعقه بتضرب جنبه بتكسر الازاز وفورا بيخسر ماجنا كل قوته. وعموما يعني ماجنا ما كانش يعرف انه خسر قوته خلاص، وبالتالي كانت جري المفروض ان هي ماشيه من المدينه دلوقتي، فراح ودعها وهو زعلان انها ماشيه ومش هشوفها تاني. جري بعد ما ودعت ماجنا كانت خلاص جهزت كل حاجتها في العربيه ومتبقي بس تاخد فيور ويمشوا. فدخلت دلوقتي لفيور تشوف ولما حاجته ولا لا، فلقيت فيور بيقول لها انا مش هينفع امشي معاكي انا اسف، وعشان يخليها تمشي بيحول عينه عشان يخوفها. فعلا بتخاف وبتمشي وهي كلها حزن. اما فيور فبيقرر في اللحظه دي انه هيشيل كل حاجه مكان ابوه وكمان هينتقم من ماجنا. وفعلا تاني يوم بتكون ساكسا رايحه على الشركه عشان تديرها كالعاده، لكن بمجرد دخولها لمكتب المدير بتلاقي اخوها قاعد على مكتب المدير بعد ما قرر يدير كل حاجه ويرميها هي في البيت. في اللحظه دي اتعصبت ساكسا جدا لكن بكل هدوء مشيت من المكان. في الوقت ده على الناحيه التانيه بيصحى ماجنا وبينزل يفطر مع امه واخوه، فاولا كده بيقع وهو نازل وبيتوجع جدا وكمان ما بيكونش شايف، فبتضطر امه تخليه يلبس نظارته القديمه. فهنا بيفهم ماجنا بقى ان قوته راح، وتهاجر بسرعه على وتان وايمان فليه معاهم الحداد واللي اسمه هاري بالمناسبه، وعمال يخططوا من غيره. ووتان لما شاف ماجنا قال له خسرت قوتك صح؟
ما انت اللي فضلت تدعي تروح منك فراحت، خلاص احنا مش عاوزينك تاني. مجنون بيسمع الكلمتين دول وبيمشي وهو متعصب من مكان وبيروح على المدرسة، وهناك بتشوفه إيمان وهو لابس نظارته ورجع نظره ضعيف تاني، فبتبص له بصة استحقار وبتروح تقعد مع صاحبتها. وهنا بتعرف إيمان إن درجاتها بتاعت آخر امتحان طلعت زبالة، فبتروح لران المديرة وبقوتها على التحكم في الناس بتخصبها تغير لها الدرجة. وبعد شوية بتطلع تقول كده لمجنة وبتفضل تستفزه، وآخر اليوم بقى ومجنة راجع على البيت بيكون معدي من قدام محل هاري الحداد، فبيتريق عليه هاري شوية، وأثناء التريقة دي حد حرامي بيسرق من عند هاري حاجة وبيهرب، فبيمسكه بسرعة هاري وبينزل في ضرب بكل عمق. فوقتها مجنة قال له قوتك مش معمولة عشان تضرب واحد سرق منك حاجة تافهة زي دي، فقال له هاري أنت مشيت مالكش دعوة. مجنة بعد كل اللي حصل له ده كان خلاص اتعصب جدا فرجع البيت. في البيت بقى كانت توليت بتلم الغسيل من اوضه لوريتس، فهناك شافت زي ثعبان كده مربي لوريتس عنده في الاوضه، فجريت فورا وملحوظه الثعبان ده هو الدوده اللي طلعت من بطن لوريتس، وطلع ما مضاش على اي حاجه بل خد الدوده لنفسه. وعلى فكره ملحوظه كمان، الدوده دي في الاساطير النورديه القديمه اسمه ثعبان مادجارد، الحاجه الوحيده اللي عندها قوه كبيره وعملاقه على قتل الاساطير والعمالقه زي بالظبط الاسلحه القديمه. عامة بتفضل توليت مستنية لوريتس، ولما بيرجع آخر اليوم بتفضل تتكلم معاه وتزعق له إنه مربي ثعبان عنده في الأوضة، فبيقول لها لوريتس إنه بيساعدني أنسى موت أبويا، فبتسكت توليت وما بتكونش عارفة تتكلم. عموما بتتقبل توليت وقود الثعبان، ولما بتشوف لوريتس بعد شوية بتوعده إنها خلاص مش هتقول له يمشي الثعبان من هنا بما إنه يعني بيساعده على تخطي اللي حصل له، وخلاص هي موافقة. بعد شوية وصل مجنى البيت وطلع لأوضة أخوه، ووقتها قال له أنا خلاص فقدت قوتي وأنا كنت عاوز كده، يمكن وقتها تسامحني ونرجع أخوات تاني زي زمان، لكن ربنا يعلم إني ما قتلتش فيدر خالص إلا لما كنت فاكره هيزي. في اللحظة دي سامح لوريتس مجنى وحضنوا بعض. في الوقت ده راحت توليت للمصنع عشان تشتغل كالعادة، فهنا بقى أول ما شافها فيور راح هزقها وطردها من الشغل. توليت رجعت البيت وهي بتعيط، فجالها مجنى وعرف كل اللي عمله معاها فيور. فتعصب مجنى جدا، ورغم انه عارف انه ما عندوش اي قوه الا انه ما قدرش يستحمل اهانه امه وراح يتعارك مع فيور في المصنع. في الوقت ده فيور كان ماشي في المصنع، فاول ما شاف مجنى راح مسكه وكان هيتخانق معاه، بس لقي نفسه مش قادر خالص عليه، فحس فيور ان مجنى قوته راحت، فمسك مجنى بقى وفضل يضرب فيه بكل اذلال واهانه. بعدها قال له انت ما تستاهلش حتى ان اقتلك، وسابه مرمي على الارض ومشى. مجنى بعد اللي حصل له ده راح لوتان وقال له على كل اللي حصل له ده، وقال له انا عاوز قوتي ترجع لي. فقال له اوتاني بقى اضطر تقتل الناس اكتر واكتر واكتر لان الحرب اصلا لسه ما بدأتش. فقال له ماجنا بس انا ما صدقت اتصالحت مع لوريتس، مش عاوز اقتل اي حد تاني من عيلته واخسر من جديد. فقال له اوتاني بقى مفيش حاجه هترجع لك، فسابه ماجنا ومشى. ماجنا لما طلع راح عند سور مصنع يوتيل، وفضل بكل عصبيه يصرخ ويضرب في السور لانه مش عارف يعمل ايه. والناحيه التانيه بنلاقي فيور في البيت وبيقول لران وساكسا انه رسميا هيمسك كل شغل العيله كله. ساكسا اتعصبت جدا وقالت وانا، فقال لها فيور قانون العيلة بينص ان الراجل هو اللي بيشيل المسؤولية كلها. فقالت ساكسا بس لو في تصويت ضدك مش هتقدر تعمل كده، وسابت له المكتب ومشي. ساكسا بعد اللي حصل ده راحت بعربيتها للاوريتس، وطبعا لاوريتس كان مستغرب هي جاية له ليه، لكنها ادت له مفتاح بيتهم وقالت له انت واحد مننا خلاص ولازم يكون ليك رأي معانا. فقال لها لاوريتس لا ما تحكيش عليا، انا عارف انك عاوزة تشتري صوتي معاكي عشان تعرفي تشتغلي في الشركة مع اخوك، فانا موافق على فكرة ما دام هتدفعي وبس. ركب لوريتس مع ساكسا وراحوا عند بيت العيلة بتاعت يوتيل، وهناك لما شاف فيور ساكسا ومعاها لوريتس أدرك إن ساكسا جابته هنا عشان يبقى صوتها وصوت لوريتس ضد فيور وران، وبالتالي ما يقدرش فيور يمسك الشركة خالص طالما ما فيش أغلبية في الرأي. في اللحظة دي أدرك الكلام ده فيور، وفضل يحاول يتكلم مع لوريتس عشان يشتريه بفلوسه، فلوريتس ما ردش عليه ومشى، لكن ران أصرت توصله وفعلا خدته بالعربية ووصلته للبيت. وهناك وقبل ما ينزل لوريتس من العربية فضل يغيظ في ران بالكلام الكتير بتاعه، بعدها دخل البيت لكنه اتصدم بان ران جت وراه وعاوزة تقتله حاليا. في اللحظة دي وصل مجنى البيت فحاول يتحرك مع ران، معرفش لان ما عندوش قوة، بس الحمد لله جت توريد فبطلت ران اللي بتعمله وعملت نفسها جت زيارة مش اكتر. بعد اللي حصل ده مجنى خلاص كان جاب اخره بجد، فراح لوتان وقال له انا جاهز. فقال له وتان عشان ترجع لك قوتك لازم تعمل مطرقة سور، هات المفتاح بتاع عائلة يوتيل اللي اخده اخوك تاني وقتها هقول لك الخطة وبس. راح مجنى البيت وبدا يتكلم مع اخوه عشان يقنعه ياخد المفتاح، وقال له انا بس محتاج المفتاح ده عشان اقدر ادخل جوه مصنع يوتيل واحط جواه بس لافته كاتب فيها شتيمه ضدهم وهمشي. وتوافق لوريتس واعطاه له المفتاح وبس. راح مجنى لوتان وقعد معاه هو وهاري وايمان، واتفقوا الكل ان النار الابديه اتنقلت خلاص في السرداب اللي موجود تحت مصنع يوتيل، فاحنا هنروح هناك نعمل المطرقه ونمشي فورا، ولكن محتاجين معانا كمان قزم لان الاسطوره بتقول ان القزم هو اللي لازم يصنع المطرقه. وقتها بص وتان وراه ليه المساعد الموجود في الدار هنا قزم، فجندوا وتان بقوته وبالتالي طلعوا الكل، ومن خلال سور المصنع عدوا كلهم لغايه ما وصلوا للمخزن بتاع المصنع، بس هناك ليه حراس واقفين، فضحى وتان بنفسه وعمل انه مجرد عجوز تايه
ودخل هنا بالغلط. فخدوا الحراس عشان يبلغوا الشرطه وفيور والله عزيز بسرعه راح مجنى ومعاه الكل لباب المخزن وفتحوا بمفتاح لاوريتس. بعدها فضلوا يدوروا في المخزن هنا وهناك على السرداب لغايه ما لقوا. فدخلوا جوه هاري ومجنى والقزم، اما ايمان فضلت بره للحراس. بس يا سيدي فضل مجنى يلف في السرداب لغايه ما اخيرا وصل للنار الابديه، وعلى طول بدا يصنع مع الكل المطرقه. حط في المطرقه مجنى جزء من الاسلحه القديمه وعباره عن السهم اللي قتلت بيه ران وينشي، وكمان حطوا مع السهم ده ريشه من وينشي برضه، وبداوا بعد كده يحطوا كل الكلام ده على بعضه ويعملوا المطرقه. في الوقت ده بره عند ايمان كان فيور وصل المصنع، ولما شاف ايمان على طول بدا يتعارك معاها، وهاري في الوقت ده سمع صوت ايمان وهي بتتعارك فساب مجنى والقزم يكملوا المطرقه وطلع هو يساعدها. فضلوا مجنى والقزم يعملوا المطرقه ويعملوا فيها ويعملوا فيها لغايه ما اخيرا اتعمل وبس. خدوا بعضيهم وهربوا، وفضلت ايمان وهاري يتعاركوا مع فيور، وللاسف فيور قطع ايد هاري عن طريق هرسها بالباب. ومن خد مجنى المطرقه وهرب، اما الباقي فاتقبض عليهم من الشرطه. بعد شويه بيطلع الصبح وبيكون وصل مجنى للبيت، وقتها عملوا له كل عيد ميلاد لان عيد ميلاده 18 النهارده. فرح شويه مجنى معاهم، بعدها خد المطرقه وطلع لمكان فاضي وبدا يجربها. بس الغريبه ان مجنى لقى ان المطرقه دي ما رجعتلوش اي قوه وكمان مش عارف يتحكم فيها، فكان بجد هيتجنن. وقتها رن على ايمان واللي كانت حاليا قاعده في الدار مع مديره الدار وكمان شرطيه المدينه وكمان معاهم القزم. وشرطيه المدينه بتقول دلوقتي للقزم وايمان انهم هيترفدوا من الشغل خلاص لانهم عملوا شغب في مصنع يوتيل، لان يا صديقي بالمناسبه الموضوع اتعرف على انه شغب مش اكتر. مهم ان اثناء ما الشرطه بتتكلم رن مجنى وقال لها المطرقه مش شغاله، فقالت له اتصرف لاني خسرت شغلي عشانها، وكمان هاري ايده اتقطعت وفي المستشفى دلوقتي. وبس بدأ في الايمان معاه وبتروح تمضي على قرار رفضها هي والقزم، بعدها بيودعوا الكل وبيمشوا. في الوقت ده مجنى ما كانش عارف يعمل ايه وازاي يعرف يستخدم المطرقه ويرجع قوته. ففي مره بقى الدنيا كانت بتمطر بره والبرق والرعد اشتغلوا فجاه. في اللحظه دي سمع مجنى صوت خبيط في اوضته، فطلع اوضته ليه المطرقه في حاله هياج، فمسكها وادرك دلوقتي انها عشان تشتغل وترجع له قوته محتاج ان هو وهي يتساقوا مره واحده بالبرق. فطلع بره بالمطرقه ورفعها في السماء فضربهم البرق واشتغلت المطرقه ورجعت قوه مجنى بالكامل من تاني. على الناحيه التانيه في بيت يوتيل قعدوا فيور وران مع ساكسا وقالوا لها انت اللي اديتي المفتاح لاوريتس، وبالتالي اخوه قدر ياخده ووصل للمخزن وعمل المطرقه اللي هتقضي علينا كلنا. دلوقتي جه حسابك، وعلى طول نزلوا فيها ضرب هما الاثنين وسابوهم مشوا. بعد شويه بيوصل مجنى بيت عيله يوتيل عشان يخلص عليهم كلهم، فبيلاقي ساكسا بس ومرميه على الارض ومضروبه جامد. فقال مجنى ايه اللي حصل؟ فعرفته انها هي اللي ادت المفتاح لاوريتس، بعد كده هو عطاهولك، فانا بالنسبه لعيلتي خاينه. ساكسا اول ما شافت المطرقه مع مجنى خافت جدا منه وقررت انها لازم تستغله، فبدات تحاول تضحك عليه بانها بتحبه، بس مجنى قفشها وسابها ورجع البيت. في البيت بقى بنلاقي ران وفيور جم يخلصوا على مجنى ولاوريتس، لكنهم ما لقوش غير لاوريتس بس، ففضلوا يضربوا فيه وكانوا هيخلصوا عليه. قال لهم لاوريتس سيبوني عايش لاني معايا الحاجه الوحيده اللي ممكن تقتل مجنى وهخليها تساعدكم. في اللحظه دي اتفقوا معاه ران وفيور وركبوا العربيه وكانوا ماشيين، لكن مجنى كان وصل وعلى طول لما شافهم ضرب عليهم المطرقه، فحرفيا قسمت العربيه نصين. بس كانوا خلاص فيور وران هربوا، ومجنى ما رضيش يجري وراهم على فكره انه بص جنبه لقى اخوه بينزف، فخده في حضنه وفضل يهديه ويعالجه. بس يا سيدي تاني يوم بنلاقي لاوريتس عند البحيره ومعاه ثعبان ميدجارد بتاعه وبيرميه في البحر عشان يتغذى على الكائنات التانية أكتر وأكتر ويكبر أسرع وأسرع. ليه؟ وإزاي ده الشيء اللي ممكن يخلص على مجنى؟ ده اللي هنشوفه في الموسم الجاي والأخير. وبس كده، سلام.